هل انت شايف انه السيتي هيقدر ان هو يحافظ على اللقب، ولا مين اللي هيكون بينافسه على اللقب ده السنه دي في البريمير هو ليج؟ السيتي على طول مرشح الاول يعني، حتى يورجن كلوب اتكلم عنها وتين هاج نفس الكلام، قال لك انت بتدخل السيتي هو كده وباقي الفرق بتتنافس على المراكز الاوروبيه، ولو فريق نافس يبقى زي الفل. لكن السيتي كايل ووكر طلع اتكلم قال احنا اتفقنا مع بعض السنه دي مش عايزين نوقع نقط زي كل سنه، وعايزين نلحق نجمع نقط بدري عشان ما ندخلش فريق المنافسه زي ما كان بيحصل مع ليفربول بعدين ارسنال الموسم اللي فات. فهو يعني على حسب كلامه انهم ناويين يحسموها بدري المره دي، وعادي يقدروا يعني. الراجل متمرس دوريات بطريقه مش طبيعيه بصراحه، بيب جوارديولا بيخلص كل الدوريات بمعدلات نقط مرتفعه جدا. يعني مش شايف حد ممكن يكون منافس ليهم قوي دلوقتي؟ هو مفيش غير ارسنال وليفربول يعني، بس هل الفكره كلها في الاستمراريه؟ يعني ممكن يستمروا كده، بس في الامطار الاخيره مانشستر سيتي ما بيخيبش ظن حد، على طول بيركز قوي في الامطار الاخيره. بس برضو يعني طب ومش شايف برضو ان التدعيمات اللي قام يعني اللي قام بيها ارسنال هتخليه قادر ان هو هو منافس بالظبط ويفوز كمان؟ هو الفوز بقى، ودي هو انا مقتنع ان مانشستر سيتي هو دي اللي هيحددها مستوى مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كان يعني بيوصل لمرحله انه بيجمع نقط وهو سيء يعني، ممكن يلعب وحش بس ليه بيكسب واحد اتنين عادي. دي الفكره اللي في مانشستر سيتي. هل بقى هو مانشستر هيحصل دروب في مستواه؟ برده مش عايزين ننسى الاصابات، لسه الموسم طويل، اصابه واحده ممكن تاثر في اي حاجه. هالاند لو اتصاب في الفاريز وكل حاجه، بس برده قوه هجوميه هو الراجل اللي بيبنوا عليه اللعب، العرضيات كل حاجه هو اللي بيخلصها. ف يعني عامل الاصابات ده هنشوفه قدام، لكن حاليا مانشستر سيتي وارسنال وليفربول، بس مانشستر سيتي هو اكبر. مانشستر سيتي انت شايف ان هو في الصداره يعني؟